يمكن من قبل كم يوم كان يصادف ذكرى وفاة زميلتنا صابرين بورشيد. يعني عسى الله يرحمها ويغفرها يا رب، يمكن هي راحت بالجسد لكن بالروح موجودة. صحيح أكيد، ووفاء هذه القناة ما زال موجود لهذه الزميلة المرحومة، عسى الله يغمد روحها، لأن يمكن موجود اسمها ما زال في التتر أسرار. صحيح. مع زملائها ومعنا في التقديم. صابرين يمكن قدمت معنا فترة، وإنسانة جدا كانت خلوقة راقية في تعاملها مع الكل، تركت بصمة طيبة معنا كزملاء وأيضا مع أصطاف العمل في عسيف، عسى الله يرحمها. ويعني إحنا يمكن هذه نستذكر ذكراها وما حسنا أكيد. خلونا نشوف هذا الفيديو القصير المجهزين الإعداد عن الزميلة صابرين بورشيد ونرجع معاكم. حس الحياة قصيرة، الإنسان مضى من عمره ولا نفسه. أبي أطيع ربي قد ما أقدر. بعدين الستر زين يما. إلى روح صابرين بورشيد، يقولون البعيد عن العين بعيد عن القلب، إلا أنتي حتى وانتي بعيدة القلب يشتاق لك، كلنا اشتقنا لك. السماء، الأرض، الشارع، عسيف كان بيتك ومكانك، فيه عشنا معك أجمل اللحظات، تذكرين عبد الله وأسرار وريهام وطالب، كلنا اشتقنا لك. آخ يا صابرين، صحيح عدت سنة على فراقك لكنها بالحيل كانت صعبة، سنة ما تحملنا يوم فراقك، تمنينا نحس فيك وبوجودك، بعطرك، بضحكتك وبصوتك، نذكر قعدتك في هالمكان، جاهدتي وثابرتي وعطيتي من عمرك لغيرك. مو كل من رحل عن هالدنيا يترك أثر، ولا كل من فقدناه نذكره، إلا أنت يا صابرين. روحك في كل زاوية من زوايا عسيف، صابرين موجودة بكل مكان، ما نسيناك لا والله أبد، رحلتي وتركتي أثر كبير في قلوبنا، كنتي درس جميل تعلمنا منه العظة والعبرة، في حبك اجتمعنا كلنا وكنا كلنا صابرين بورشيد. الليلة في ذكرك السنوية أطلب من كل من يتابعنا يرفع ايده للمولى ويدعي لك، اللهم ارحم صابرين بورشيد، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم آنسها في وحدتها، اللهم آنسها في وحشتها، اللهم آنسها في غربتها، كلنا صابرين بورشيد. أسأل الله يرحمها ويغمد روح الجنة.